بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. نستكمل مع هاد التمارين المتعلقة ب لو باسي كومبوزي. طبعا رأينا فيما سبق لو باسي كومبوزي افيك افوار، ورأينا بأن لو فيرب افوار ممكن أن يكون فعل عندما يأتي بعده اسم، ممكن أننا نصرفه في البريزون يعني في الحاضر، أقول مثلا جي أن ستيلو، أنا عندي قلم. وممكن أننا نصرف هاد لو فيرب افوار في الباسي كومبوزي فيكون اوكسيليير وفعل في نفس الوقت، فيكون اوكسيليير وفعل في نفس الوقت. اقول مثلا جي ان ستيلو، كان عندي قلما. اقول مثلا جي ان ستيلو، كان عندي قلما. عندنا جي، اذا افوار في البريزون، افوار في البريزون، اذا هنا غيجي كاوكسيليير، غيجي كمساعد، لانه جا بعد منه افوار اللي خدينا لو بارتيسيباسي الخاص به اللي هو اي. اذا جي ان ستيلو. اذا طبعا عندنا الحالات الاخرى بحال هذه نفسها، عندما يكون عندنا افوار متبوعا بان بارتيسيب خاص بفعل، افوار متبوع بلو بارتيسيب. اذا اقول مثلا جي مونجي، اذا طبعا نصرف افوار في البريزون ثم نتبعه بلو بارتيسيباسي الخاص بالفعل اللي بغينا نصرفوه في الباسي كومبوزي. طبعا هادشي اللي تنتكلموا عليه، طبعا هاد الامر هذا اللي تنتحدثوا عليه هنا تيتعلق بلي طون كومبوزي، الازمنه المركبه، لان في اللغه الفرنسيه كما تنعرفوا كاين ايضا الازمنه البسيطه، مثلا لو بريزون، مثلا لامبارفي، مثلا لو فيتور سامبل الى غير ذلك. اذا هادو كل ازمنه تتصرف فيها فقط الفعل بوحدو. اما لي طون كومبوزي، لي طون كومبوزي اذا هنا تنتكلموا على الازمنه المركبه. طبعا من الاسم ديالها راه واضح تنتكلموا على واحد الصرف مركب من كلمات. طبعا في حالتنا مثلا في الباسي كومبوزي ان الصرف يتركب من لوكسيليير يا افوار يا اتر، يا افوار يا اتر، زائد لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. طبعا اشرنا فيما سابق الى واحد الجانب كبير من الافعال تتعلق بالافعال المنتهيه ب اغ في اللغه الفرنسيه، الجانب الكبير تتعلق بهاد الافعال. طبعا الافعال اللي عندها اغ للحصول على، عموما للحصول على لو بارتيسيباس الخاص بها، اننا نحذف اغ ثم نضع اكسون ايغي، مثلا مونجي تصبح عندنا مونجي، مثلا مارشي تصبح عندنا مارشي الى غير ذلك. طبعا هناك ازمنه اخرى مركبه، عندنا ازمنه اخرى مركبه لا يوجد فقط لو باسي كومبوزي على حسب المعنى. مثلا عندما نتكلم عن لو بليسكو بارفي، عندما نتحدث مثلا على لو بليسكو بارفي، عندما نتحدث مثلا عن لو بليسكو بارفي، اذا نتكلم عن زمان في الماضي لكنه ماضي يسبق ماضي اخر في نفس الماضي. إذن عندما نتكلم مثلا عن أنني أنا أكلت قبل مثلا أن أخرج، عندما أريد القول بأنني أكلت في الماضي قبل أن أخرج في الماضي مثلا، إذن طبعا سأقول جافي مونجي. طبعا سنصرف لو فيرب أفوار، غنصرفه في لامبارفي، لو فيرب أفوار هنا سيصرف في لامبارفي وليس في البريزون كما لاحظنا في حالة لو باسي كومبوزي، باش يبان لنا الفرق في هذه الأزمنة المركبة. إذا طبعا أقول جافي مونجي، يعني أنني أكلت في الماضي، ثم أكمل الجملة لأذكر الحدث الذي سيأتي بعد الأكل، طبعا في الماضي. إذا عموما عندما نتحدث عن الأزمنة المركبة فنحن نتحدث عن لوكسيليير مصرف واحد الزمن زائد لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل المراد تصريفه في هذا الزمن ليفيد معنى معين. إذا طبعا نعود إلى الموضوع الذي عندنا هنا في هذه الفقرة، سنرى لو باسي كومبوزي افيك اتر، إذا طبعا سنرى الماضي مع اتر. هنا يطرح السؤال متى نستعمل اتر ومتى نستعمل افوار. طبعا افوار كما قلنا ممكن أنه يأتي بعده فعل فيفيد ان طون كومبوزي، عندما أقول جي مونجي يعني أنا أكلت، عندما أقول أيضا جافي مونجي أيضا تعني أكلت،
غير هي جافي مونجي أن تأتي قبل ماضي آخر في الماضي. عموما لو فيرب أفواغ ممكن أنه يأتي بعده فعل لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، إذا هنا تفيد واحد الزمن مركب خاص بالفعل، مثلا كما رأينا في حالة لو باسي كومبوزي أنه تكون عندنا لو فيرب أفواغ في البخيزون زائد لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. أقول مثلا جي مونجي، جي مونتي، جي بارلي إلى غير ذلك. ممكن أيضا أن لو فيرب أفواغ كما رأينا يأتي بعده اسم فيفيد الملكية. طبعا في هذه الحالة أيضا ممكن أننا نصرف لو فيرب أفواغ سواء في البخيزون، فنقول مثلا جي أن ستيلو أنا عندي قلم الآن، أو نقول مثلا جي أن ستيلو كان عندي قلم في الماضي. طبعا هنا كما تلاحظوا بأن أفواغ غادي يصبح أيضا أوكسيليير ويصبح فيرب، لأننا تنصرف أفواغ مع أفواغ ليفيد لنا الملكية في الماضي. أفواغ عموما دوره بهذا الشكل. أما أتخ، أتخ طبعا أنه يعني كان، أتخ يعني كان أو أنه يكون، أنه تعني ذات لو سوجي، ذات الفاعل. عندما نتكلم مثلا على مونتي، عندما نأخذ مثلا لو فيرب مونتي، هناك طبعا عدة أفعال بهذا الشكل، أنها تصرف مع أفواغ وتصرف مع أتخ. وملي تنقولوا بأن تتصرف مع أفواغ أو مع أتخ، هنا تنتكلموا على لي طون كومبوزي، الأزمنة المركبة. نتكلم عن صرف كما قلنا مركب من كلمتين، من لوكسيليير ومركب أيضا من لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. إذا هنا تنتكلموا على الأفعال بأنها تصرف مع أتخ أو مع أفواغ. أما في حالة لي طون سامبل، هنا تتصرفوا الأفعال بوحدهم. أقول مثلا جو مارش، جو مارش، هنا ما غنحتاج لا أفواغ ولا إتخ. مثلا جو بارل، هنا ما غنحتاج لا أفواغ ولا إتخ. مثلا أقول جو بارلي، جو بارلي، أنني كنت أتحدث في الماضي، نتكلم عن لامبارفي. جو بارلي، جيتيدي، يعني أنني كنت أدرس، أتحدث عن عادة كانت مستمرة في الماضي. إذا طبعا أستعمل لامبارفي. لامبارفي أيضا يفيد الماضي، لكن يفيد هذا الماضي على شكل عادة. إذا أقول مثلا جيتودي أستيكول، جيتودي أستيكول، بأنني كنت أدرس بهذه المدرسة. جيتودي أستيكول، المقصود أنني كنت أدرس في الماضي على شكل عادة طبعا بهذه المدرسة. في هذه الحالات ما نحتاج لا أوكسيليير إتر ولا أوكسيليير أفواغ. عندما أقول جي مونتي إن فاليز، أنا ساعدت بحقيبة. إذا كما تلاحظوا بأن لو فيرب مونتي يمكن تصريفه مع أفواغ. أقول جي مونتي إن فاليز، جي مونتي أن دوسيي، جي مونتي أن دوسيي، أنا ساعدت بملف. جي مونتي أن دوسيي، أنا ساعدت بملف. كما نقول أنني ساعدت ملف، يعني أنني طلعت واحد الملف، يعني أن الفعل يتم على شيء آخر ولا يتم على الفاعل. إذا هنا ممكن أننا نستعمل عموما. طبعا هناك بعض الحالات القليلة طبعا والتي يمكن أن نتعود عليها، لأن اللسان الفرنسي هكذا. عموما نتحدث عن الفعل أنه يتم من الفاعل على شيء آخر. إذا هنا طبعا نستعمل لوكسيليير أفواغ، طبعا نتكلم عن لي طون كومبوزي. مثلا ممكن أنني أقول في نفس الفعل جو سو مونتي، جو سو مونتي أو بخومي إيطاج، أو بخومي إيطاج، جو سو مونتي أو بخومي إيطاج، أنا ساعدت بذاتي بنفسي إلى الطابق الأول، أنا ساعدت بنفسي إلى الطابق الأول، جو سو مونتي أو بخومي إيطاج. إذا طبعا كما تلاحظوا بأن لو فيرب مونتي ممكن أنه يصرف مع أفواغ فيفيد حصول فعل من الفاعل على شيء آخر. مثلا جي مونتي إن فاليز، أنا ساعدت بحقيبة. وممكن أن هذا الفعل يصرف مع إتخ ليفيد بأن الفعل قد تم على الفاعل. نأخذ بعض الأمثلة ليتضح الأمر. نبخون لا بخوميير فخاز كما لوفويو، أون أفو أبخون أن إتخ أون كيلكو زاني. إذا أون لو فيرب نتخ كون فالو كونجيكي أفيك لوكسيليير إتخ. إذا طبعا عندنا لو فيرب نتخ الذي سنصرفه مع المساعد إتخ. طبعا هنا بنفس الطريقة، إذا هنا سيكون مساعدا طبعا. إذا سنقول ماذا؟ أولا نصرف إتخ مع فو، نقول فوزات، هذا رأينا فيما سبق، نقول فوزات. إذا نقول أنتم، كما نقول أنتم أو أنتم تكونون نتخ،
ناتخ طبعا هو ولد، طبعا ناتخ المقصود به ولد، ومن كلمة لا نيسونس، ومن كلمة لا نيسونس يعني الولادة. دوني موا لا دات دو فوتخ نيسونس، أعطيني تاريخ ولادتك. دوني موا لا دات دو فوتخ نيسونس، أعطيني تاريخ ولادتك. نقول ماذا؟ فوزيت. ثم نبحث عن لو بارتيسيباسي بنفس الطريقة التي رأينا فيما سبق، نصرف أولا إتخ مع فو نقول فوزيت، ثم نبحث عن لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ناتخ لنضعه بجانب صرف إتخ. إذا سنقول ماذا؟ فوزيت ني، لأن لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ناتخ هو ني. إذا سنقول فوزيت ني، أنتم ولدتم، أنتم ولدتم أون كيلكو زاني، أون كيلكو زاني. طبعا الني سيأخذ في هذه الحالة إس، لماذا؟ لأن على عكس استعمال لوكسيليار أفواغ اللي تيكون الفعل عادي تنحط لو بارتيسيباسي بشكل عادي، هنا لا، هنا لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل أنه تتأثر بلو سوجي. ما معنى يتأثر بلو سوجي؟ إلا كان لو سوجي في ميناه تنزيد أ، ولا كان لو سوجي بحال اللي عندنا هنا فو أنه في الجمع غنزيدو إس. إذا طبعا إلا كنا تنتكلمو على إناث نقول لهم أنتن ولدتن، طبعا سنضيف أ إس، لأن أ أولا خاصة بالإناث لأننا نخاطب إناثا، ثم نضيف إس لأننا نخاطب جمعا. في الحالة اللي عندنا هنا نفترض أننا نخاطب ذكورا، نفترض بأننا نخاطب ذكورا، إذا طبعا سنضيف إس. Nous prenons la deuxième phrase comme exemple. On a elle partir du bureau il y a 10 minutes. Et dans elle, on a, ثم on a le verbe partir. يعني فعل انطلاقة. Du bureau. من المكتب. Il y a 10 minutes. كما نقول هناك 10 دقائق. المقصود منذ 10 دقائق. كما نقول هنا هناك 10 دقائق مرت على ذهابهن من المكتب. Elle partir du bureau il y a 10 minutes. طبعا ال سياتي بعدها لو فيرب اتر، سياتي بعدها لو فيرب اتر، سنقول ماذا؟ ال سون، ال سون. اذا سيصرف لو فيرب اتر بشكل عادي، ثم طبعا هو سياتي هنا كاوكسيليير كمساعد، اذا طبعا سيتبعه ماذا؟ سيتبع بلو بارتيسيباسي الخاص بفعل بارتيغ. لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بارتيغ هو بارتي، بارتي. ولكن هنا عندنا ال، اولا نتحدث عن مؤنث، اذا ال طبعا نتحدث عن هن، اذا هن هنا نتكلم على المؤنث، ثم نتحدث على الجمع، ثم نتحدث على الجمع، اذا طبعا سنضيف اس، اذا سنكتب بارتي نتبعها ب او ثم اس، نتبعها ب او اس، اذا سنقول ال سون بارتي دي بيرو il y a 10 minutes. après la troisième phrase ses parents mourir. إذا كما تلاحظوا بأن ناتخ تتحدث الفو ثم بارتير يعني الانطلاق تيحدث الآل، ماشي هما اللي طلقوا شي حاجة أخرى، بل هن اللواتي انطلقنا، بل هن اللواتي انطلقنا. إذا طبعا الفعل حدث لهم هما، ثم في الحالة الثالثة مثلا سي بارون مورير، إذا آباءه ماتوا، سي بارون مورير آباءه ماتوا. إذا طبعا نتحدث عن الموت الذي يحدث للشخص، إذا نتكلم عن لي بارو هم الذين ماتوا وليسوا هم الذين أماتوا شخص آخر. سي بارون مورير، سي بارون إذا نتكلم عن إيل أفيك إس، سي بارون إذا نتكلم عن إيل أفيك إس. كما لو نقول هم، كما لو نقول هم إيل وبيا سي بارون كما عندنا هنا، ثم سون، إذا ممكن أننا نقول إيل سون، لو فيرب إتر مصرفا مع إيل أفيك إس، أو بيان مصرف مع سي بارون، إذا سنقول سي بارون سون، بنفس الطريقة كما لو نقول إيل سون، إذا نقول سي بارون سون، إذا آباءه هم، ثم نأتي بلو بارتيسيباسي الخاص بفعل مورير، إذا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل مورير هو مور، هو مور. سي بارون سون مور، سي بارون سون مور. طبعا بنفس الطريقة سي بارون نتكلم عن الجمع، طبعا مور، مور تكتب ام او ار تي، ام او ار تي،
طبعا نضيف اس هنا، نضيف اس هنا، اذا سنضيف اس هنا للجمع. لماذا؟ لان الفعل مصرف مع لوكسيليغ اتر، ولوكسيليغ اتر تيخلي الفعل يتعلق، تيخلي الفعل يتاثر بلو سوجي. وعندنا هنا لو سوجي هو سي بارون، اذا سي بارون سو مور دون ان اكسيدون دو فواتور، اذا اباءه ماتوا دون ان اكسيدون دو فواتور، يعني في حادثه سياره، في حادثه سياره. ثم ابخي نبخونو لا كاتخيام فراز جو اون ابخي لو فيرب طومبي دون ليسكالي، يعني كما نقول انا سقطت في الدرج، اون لو فيرب طومبي يعني فعل سقط، جو طومبي دون ليسكالي. كيس كون فا دير اون لو فيرب طومبي؟ الوغ تو دابور نو زالون كونجيغي لو فيرب اتر افيك جو، لو فيرب اتر افيك جو اون دي جو سوي، جو سوي. إذا طبعا تصريف فعل اتر مع جو نقول جو سوي، كما قلنا جو سوي، تي اي لي نصوم فوزيت إلسون، ماشي إلزون، إلسون هنا اتر ماشي افوار. إذا هنا غنقولو جو سوي، ثم نأتي بلو بارتيسيباسي الخاص بفعل طومبي، ثم نأتي بلو بارتيسيباسي الخاص بفعل طومبي. طبعا كما تلاحظوا بأن لو فيرب طومبي أنه ينتهي بأو إغ، إذا هنا سهل الحصول على لو بارتيسيباسي الخاص بفعل طومبي، إذا سنقول طومبي، إذا سأقول جو سوي طومبي، إذا سنحذف أو إغ ثم نضع أو أكسون إيغي، أو أكسون إيغي. إذا طبعا هذا إذا كنت أنا مذكر، إذا كنت أنا الذي أتحدث مذكر، هذا إذا كنت أنا الذي أتحدث مذكر أقول جو سوي طومبي، يكتب بهذه الطريقة. لكن إذا كنت بنتا وقلت جو سوي طومبي، طبعا نضيف أ بنفس الطريقة، نضيف أ بنفس الطريقة. لماذا؟ لأن لو فيرب طومبي يصرف مع لوكسيليغ إتر، طبعا سيتأثر بجو، سيتأثر بجو التي هي مثلا مؤنث، جو سوي طومبي دون ليسكالي، أنا سقطت في الدرج. نبخونو لا سينكيام فخاز، الجملة الخامسة، أون نو أبخي ديسوندغ، فعل نزل، أون نو أبخي أون لو فيرب ديسوندغ، أون أسانسور، أون أسانسور، يعني في المصعد. إذا أنا نزلت في المصعد. إذا نقول ماذا؟ أولا نصرف إتر مع نو بنفس الطريقة بشكل بسيط، نقول نصوم، إذا كما رأينا جو سوي تي إلي نصوم، إذا نقول نصوم. ثم نأتي بلو بارتيسيباسي الخاص بفعل ديسوندغ اللي هو ديسوندي، ثم نأتي بلو بارتيسيباسي الخاص بفعل ديسوندغ اللي هو ديسوندي، إذا نقول نصوم ديسوندي أون أسانسور. طبعا بنفس الطريقة خاصنا ننتبهوا لهاد النقط، أولا هي جمع، طبعا هي جمع سنضيف إس، لكن الإحتمال الآخر اللي خاصنا نشوفوه وهو واش هي تتعلق بالمؤنث. إلا كنا نحن رجال نقول نصوم ديسوندي، أو كنا أطفال ذكور نقول نصوم ديسوندي، طبعا نضيف فقط إس. ولكن إذا كنا إناث أو بنات إلى غير ذلك، إذا نقول نصوم ديسوندي، طبعا نضيف او اس، نضيف او اس لهذاك لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ديسوندر اللي غنحصلوا عليه. اذا نصوم ديسوندي اون اسونسور، ابخي تي مونتي او غونيي، تي مونتي او غونيي، طبعا انت او انت تصعد او تصعدين، تصعد او تصعدين او غونيي الى الهري. نتكلم على الغرفه، تكون في أعلى المنزل، تستعمل لأغراض كثيرة، إذا نسميها غوني كما نقول الهوري، تيمونت، إذا نقول ماذا؟ طبعا في البخيزون نقول ماذا؟ تيمونت، أنت تصعد، ما نحتاجوش لا أوكسيليغ إتر ولا أفوار، هنا ستانتون سامبل، هذا ستانتون سامبل، ولكن هنا عندنا سنقول تيمونتي، تيمونتي، غوني، إذا طبعا سنستعمل أوكسيليغ إتر، وفي هذه الحالة في جميع الحالات أنها مفردة، أنها مفردة ماشي جمع، في جميع الحالات أنها مفردة ماشي جمع، إذا طبعا ما غنضيفوش إس، لكن غيبقى لنا الحالة أخرى وهو شهادتي تتعلق بالمؤنث، إذا كانت تتعلق بالمؤنث
إذا تعلقت بالمؤنث نضيف إه. إذن سنقول تيمونتي تيمونتي أغونيي تيمونتي أغونيي. Après on a la septième phrase elle. Après on a le verbe passé. Après on a le verbe passé. Le verbe passé devant moi sans me dire bonjour. Devant moi sans me dire bonjour. إذن هي مرت كما نقول من أمامي devant moi sans me dire bonjour. بدون أن تقول لي يوم سعيد. بدون أن تقول لي يوم سعيد. يعني أن دازت من أمامي ومحيتنيش. إذن سنقول ماذا؟ Elle est passée. Elle est passée. Elle est passée. إذن هي مرت. طبعا كما تلاحظوا بأن الفاعل يتعلق بمؤنث. هنا واضح قال طبعا نستعمله فقط للتأنيث. إذن نقول Elle est passée. إذن هي مرت. أكيد سنضيف هنا أه. لكن ليست جمعا. طبعا ما غنضيفوش اس. إذن سنقول Elle est passée devant moi sans me dire bonjour. إذن في هذه الحالة سنضيف فقط أه. لماذا؟ لأن آل نقولها للمؤنث ولا نقولها للمذكر. وآل كما تلاحظوا تتعلق بالمفرد ولا تتعلق بالجمع. طبعا لا نضيف هنا اس. أبخي نبخونو لا ويتيام فخاز. إل أبخي ونا لو فيرب غونتخي. أ كيلكوز أور إيغ سواغ. آل غونتخي أ كيلكوز أور إيغ سواغ. إذن هم عادوا كما نقول إلى المنزل أو دخلوا مرة أخرى كما نقول غونتخي ممكن أن تعني رجعوا أو دخلوا مرة أخرى. إذن إل غونتخي أ كيلكوز أور على بضع ساعات كما نقول في بضع ساعات أ كيلكوز أور على بضع ساعات أو في بضع ساعات المقصود بعد بضع ساعات. هم دخلوا أو هم عادوا بعد بضع ساعات إيغ سواغ بالأمس مساء. إيغ سواغ بالأمس مساء. إذا ماذا نقول هنا؟ أولا نصرف لو فيرب إتخ. مادام المطلوب هنا أن نضع لو فيرب غونتخي أو باسي كومبوزي. إذا نقول ماذا؟ نقول إيل سون. ثم نأتي بلو بارتيسيباسي الخاص بفعل غونتخي. طبعا هنا سهل لأن الفعل ينتهي بأو إر. إذا طبعا سنكتب غونتخي. سنكتب هنا غونتخي ثم نتبعها بإس. ثم نتبعه بإس. لماذا؟ لأن لو فيرب غونتخي مصرف مع إتخ وبالتالي هاد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل غونتخي سيتأثر بهاد إيل اللي عندنا هنا تتعني الجمع. ولو كانت تتعني المؤنث لو كانت تعني أيضا المؤنث سنضيف إه. طبعا إيل هي خاصة بالمذكر لكنها جمع. إذا طبعا سنضيف إس. إذا سنقول ماذا؟ سنقول إيل سون غونتخي أ كيلكوز أور إيغ سواغ. هم عادوا بعد بضع ساعات. بعد بضع ساعات بالأمس مساء. أبخي أون لا نوفيام فخاز. فو أونسويت أون لو فيرب غيستي. فو سويفي دو فيرب غيستي كومبيا دو طون شي لوي. فو غيستي كومبيا دو طون شي لوي. إذا فو إذا طبعا عندنا غيستي يعني باقية. عندنا فعل باقية المقصود أنتم باقيتم. كومبيا دو طون شي لوي كم من الوقت عنده. كم من الوقت عنده. أنتم باقيتم كم من الوقت عنده. إذا سنقول ماذا؟ أولا نصرف إتخ مع فو نقول فوزيت. ثم نأتي بلو بارتيسيباسي الخاص بفعل غيستي. ثم نأتي بلو بارتيسيباسي الخاص بفعل غيستي اللي هو غيستي طبعا لأن الفعل ينتهي بأو إغ. إذا فوزيت غيستي أنتم باقيتم. كومبيا دو طون شي لوي. إذا طبعا سنضيف إس في حالة المذكر ونضيف إس في حالة المؤنث لأننا في الحالات كلها تنتكلموا على الجمع. طبعا سنضيف إس. إذا فوزيت غيستي أنتم باقيتم. أنتم باقيتم. أما إذا قلنا أنتن باقيتن سنضيف إس لأننا نتحدث في هذه الحالة على المؤنث الجمع. إذا أخذنا المذكر سنقول فوزيت غيستي كومبيا دو طون شي لوي. فوزيت غيستي كومبيا دو طون شي لوي. أنتم باقيتم كم من الوقت عنده. أما إذا قلنا مثلا أنتم باقيتم كم من الوقت عندها سنقول ماذا؟ أما إذا أردنا القول أنتم باقيتم كم من الوقت عندها. كم من الوقت بقيتم عندها سنقول فوزيت غيستي كومبيا دو طون شي زيل. فوزيت غيستي كومبيا دو طون شي زيل.
أنتم بقيتم كم من الوقت عندها؟ سنعوض لوي بآل. مثلا إذا أردنا القول أنتم بقيتم كم من الوقت عندهم؟ أنتم بقيتم كم من الوقت عندهم؟ سنقول ماذا؟ سنقول vous êtes resté combien de temps chez eux. 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 أنتم بقيتم كم من الوقت عندهم؟ إلى غير ذلك. نأخذ الجملة الأخيرة. Nous prenons la dernière phrase. Elle venir à notre rendez-vous. À notre rendez-vous. إذن هي venir. Venir يعني جاء. On a le verbe venir يعني فعل جاء. À notre rendez-vous. إلى موعدنا. طبعا كما نقول بأنها أتت إلى الموعد الذي اتفقنا عليه معها. إذن هي أتت إلى الموعد الذي اتفقنا معها عليه. إذن هي أتت إلى موعدنا. إذن سنقول ماذا؟ أل. طبعا نصرف أتخ مع أل نقول ألي 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 ألي. ثم الفيرب فينيغ. طبعا البارتيسيباس الخاص بفعل الفينيغ هو فيني. ألي فيني ألي فيني. طبعا سنضيف حتما أ. لماذا؟ لأن أل نقصد بالمؤنث. نقصد بالمؤنث. إذا نضيف أ. إذا نقول ألي فيني ألي فيني أنوتخ رونديفو. أنوتخ رونديفو هي أتت إلى موعدنا. نكتفي بهذا القدر. نستكمل في الفقرات القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.